أستاذ سفيان، أنت تتوقع أنه يكون في نسبة كبيرة من الذين سيشاركون في الاستفتاء؟ أعتقد أنه هذا هو الاستحقاق الحقيقي يوم الأحد. نعم، الاستحقاق أمامنا هو في أول نوفمبر حول الدستور. الكل يعرف أنه النظام السياسي كان فقد الصلة أو التواصل مع المجتمع، وأصبحنا في عدم ثقة ما بين الحاكم والمحكوم، ومن الصعب جدا إعادة هذا الاتصال ما بين الجهتين، وأكثر من هذا صعب جدا أن تكون ثقة. فممكن جدا أنه في هذا الاستفتاء يبقى يعني نسبة المشاركات تبقى متوسطة جدا. الذين هم يرفضون تماما هذا المسار سوف يقاطعون، أما من يشارك فبطبيعة الحال أغلبية من سيشارك يعني يذهب إلى نعم، يعني يصوت بنعم. الإشكال يأتي بعد الاستفتاء، وهو تجديد المؤسسات على أساس هذا الدستور الجديد. نعم، من أبرز المقاطعين رح يكونوا الأحزاب الإسلامية، مش هيك؟ الأحزاب الإسلامية لم تقاطع، بل تطلب من أتباعها أن ترفض الدستور على أساس أن هذا الدستور يعترف باللغة الأمازيغية الأصلية يعني في شمال إفريقيا، ويرفض لأن في وجهة نظرهم هذا يهدد بالعروبة. ثانيا يرفضون يعني ممارسات الحق لتوجهات دينية أخرى، يعني هم يرفضون أن تكون الممارسة لهذا الأديان. كذلك يرفضون إبعاد كل إيديولوجية عن المدرسة، فهذا غير يعني مبرر في الحقيقة، وليست له دليل موضوعي.